يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأهلا برمضان شهرا تمحى فيه الذنوب وتفتح فيه سبل الخير. رمضان شهر العبادة والعمل، شهر البشريات، فيه كانت بدر وعين جالوت، فيه فتحت مكة وبيت المقدس. جعلنا الله وإياكم من العاملين الفائزين في هذا الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ما منا أحد إلا وأصابه وهم في تدينه فتقاصرت خطاه في السير إلى الله. أما وقد هل رمضان وبلغنا الله نوال الحياة فيه، فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شهر رمضان شهر المغفرة، شهر رمضان شهر التوبة، شهر رمضان شهر الحملات الربانية. وكما قال الشاعر: أيضيع عبد إثمه بلغ الزبا، وله إله عفوه غلاب، من غيرك اللهم يغفر زلتي، بحماك إني لائذ أواب. فاغفر لعبد قد أتاك بذله متأبطا قولا أنا التواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طلابنا طالباتنا، شهر رمضان شهر الخيرات والبركات، ففيه تتضاعف الأجور عند الله. كتلة نور من الطلابية تبارك لكم في هذا الشهر الكريم، أعاده الله علينا باليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.